وبعدين هون لازم يكون واحد اثنين جي جي والله كوره مبين من الماب هون في شيء هذا هو دعك من الخريطة وحاول احل اللغز عارف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائنا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت مابات فورتنايت. بهذا الفيديو رح نلعب مع صديقي العزيز اللي دايما يكون موجود معي في كل الألعاب، السيد قصي اللي دايما بتشوفوا كل الألعاب معنا وعمل قناة على اليوتيوب. إذا ممكن تروحوا توصلوا 300 مشترك لأنه جديد وبده يعني دعم جدا ضخم. المهم فأرجو أن تروحوا تشتركوا بقناته تحت صندوق الوصف إذا بتحبوا يعني تمام. وبالاضافه رح نلعب هذا الماب اليوم، رح نلعب ماب المحقق كونان مثل ما انكم شايفينه فوق. بالفيديو الماضي اللي كنا عم نلعب فيه توما جيري وخلصناه والحمد لله قدرنا نستخدم فيه يمكن 3 او 4 تلميحات. المهم في احد الشباب كتب لنا تحت التعليقات اتحداكم تخلصوا ماب كونان بدون ما تستخدموا ولا تلميح. رح نحاول نعمل هذا الاشي وهذا التحدي ان شاء الله بهذا الفيديو. والله خلينا نبلش بالفيديو، اتوقع رح يكون الفيديو شوي طويل فارجو انه يكون عندكم صدر واسع انكم تتحملونا بهالمده، رح يكون 20 دقيقه ل 25 دقيقه حسب ما اتوقع يكون هيك مده الفيديو. ان شاء الله تتحملونا بهذا الكم كلياته. والله خلينا نبلش، ليتس جو. هلا بلش. اسمع اصدقائي مرحبا بكم، انا صديقكم كونان المتحري الذكي. هل تستطيع مساعدتي في حل الالغاز العشرة؟ اثبت مهارتك. اذا عجزت عن حلها حل لغز فما فيمكنك استخدام تلميحا، لكن احذر اذا استخدمت اكثر من 5 تلميحات سوف تطردك فورا. الله يستر، الله يستر لكم بها سعيدا. وهي بتردون فورا اذا استخدمنا اكثر من 5، مش راح نستخدم 2 ولا 1. ما نستخدم شيء في لغز اول مش هيك التلميح هناك وصلنا شيء. اوكي انا اول هيك دخلنا هيك مباشر نفس الارض، بدي اروح مش مباشر. شوف شو في. اوه في تراب، يلا نتحدى معي. مبين التراب؟ ايه؟ مبين التراب. انا ما كنت شايفه. بس انا بقول لك قبل التراب. هون في شيء. تعال. كنت عارف والله كنت عارف. مبين تخت. لانه الغاز يا زلمه مخ. الله يا صاحب المخ الذكي. هيك اخذت تلميح انا؟ فتت هون هيك. لا لسه ما فتت. تلميح ورا. مكتوب على شو اسمه فوق. يا معنا مسدسات. معنا مسدسات؟ اي ما كيف. طيب هو كونان فيه؟ ما بعرف. بس مستحيل نطلع حتى لو قتلناهم معلم بالمسدس. لاني عم نضرب شيء ثاني حبيبي. تعال في فوق. ها. تمام حلو. اوكي بدنا نسوي دروع. ننزل دروع. انت تكسر واحد وانا بكسر واحد. وين انت شو كسرت؟ الضوء؟ هذول الدويرات البنفسجية تضرب عليه رصاصة وروح امشي. انا بضرب على الورا انت تضرب على القدام. لا سكر علي يا هلا اكتشفنا ايش هو البازل بالموضوع. حبيبي هذا مربع. ايوه لك لا فهمت شلون. لا بكون تحت مقبس. اوكي ما كنت تحت. ايوه لازم تحت مقبس. ما عجباني. روح لازم تكون تحته. استنى. بقولك ماشي اركض طفش. اوف راح تلميح. تعال اشوف. اوف اركض. وين دخلك؟ لا شيء هنا. اركض ارجع لا شيء هنا. دخلنا بالغلط. لا شيء هنا؟ لا شيء هنا كتب لي. ايش هو؟ اكشو. اسمع طبعا هي هو جوا المغزى.
هي جوا جوا اسمع لازم ليش كنت لا شيء بتنط قبل ما توصل ايش بتصير ليش توصل لاخر يعني يعني وانت نازل بتنط اي وصلت شيء جديد انت اخذت شيء جديد هاي وصلت هاي وصلت لا شيء هنا الله يلعنهم يا عم اقول لك انا وصلت عند كلمه لا شيء هنا مستحيل اسمع كنت تنط اخطو الحيط اجرب طب لو رحنا على اليمين او الشمال فيها عرفت 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 شنو تعال 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 شوف خول بالرفت بس بالعكس بس لا تمشي لك لا تمشي شوف في ورا الرفت العام باركود شفت طلي طب ايه تعديتها اربعة يا طوب بالك ايه بستناك في بي بي قدام ست ابواب فمن الشاي مش حقرب اوه وات ذا فاك شو نسوي هسه نجرب باب هذا مسكر سكر 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 اوف طوبك طوبك لازم نضل بعيدين عن بعض لك بعد عني بعد انت على الابواب بعد انت على الابواب الله اول طوبك. اول ما قد فوق 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 في فوق خليك في فوق ما معنى شي نضربها طوبك طوبك هاي العين اتوقع تضلينا نطلع عليها ورجعنا نقدر ندخل صح والله اي انت ذكي انت ذكي والله انا ذكي بس انا كل هو ما عرفنا نموت عم بموت انا انت عم بتموت لا عشان ما موتش لا والله والله تقول والله قد اشوف الماء قد ما يدخل طوب لك طلع صرت اطير انا ليش انا كمان اطلع اطلع لها اطلع لها اي اخذتها تم منح حماية لكل اللاعبين ضد الاشعاع ايوه هاي الإشعاع فوق هاي الإشعاع شايفه 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 خلاص بدنا نمر طول بالك إشعاع خطر الأعراض خفية الوزن ضرر 20 طلع هنيك في شمع في شمع تعال تعال جوزك شغل دك شغل جوزك شغل هاي تعال تعال شغل هاي شغل هاي الشمعة تعال الإشعاع تبعك شو نشغلها هاي لك تعال هون وقف بتجي عليها فوق اللي فوق ولا تحت لك هاي هاي هون تعال وقف هون وقف هون هاي لمبة لمبة هاي لمبة هاي شغل هاي فتح فتح شغلت شغلت ها مو قلت لك تشغلها والله انك وحش والله انك زكي 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 والله زكي اوبا هذا الباب وين حاطينه ايش وصلنا له وقف خليني في شو هون ما في عصير 1 2 3 4 5 6 7 8 فيش مش فاضي شو بنساوي يا تعال تعال بتنط من هون والله مش نططني مش نططني بس بتختفي يكون في شيء بدك تدخل بقلبه هون شلون رحت لفوق؟ انت؟ انت انت شلون صرت فوق؟ انت اللي فوق، انت تحت. عرفنا عرفنا احنا عم ننتقل وما لنا منتبهين. اوكي خليك 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 هدش الباب. لا انت حرك هاي، حرك انت هاي. انا هاي. حرك انت هاي، هاي انت انت ادخل واطلع زي هيك. تعال تعال. لك تعال، هاي خمسة لاثنين صارت هيك مكتوب. اثنين اثنين، خمسة. معلم لو احجي ايه بهذاك الطابق طب شو نحن نعرف بين الطابق كنا بالاساس المشكلة الاثنين فيهم تلميح الاثنين فيهم كل شيء نسوي كوبو بيست بس اتوقع هذا البيت تحتين لان الباب مفتوح ما فوق الباب مسكر مزبوط اللي وراء هذا الفوقاني معناته يا معلم
لا يكون نطلع منه. يعني في رف في رف في رفت. في رف. شفت شلون؟ اي جي جي والله قدرنا نقطعها. ركز على السقف وحاول الصمود لاطول فتره ممكنه. شلون يعني؟ كيف يعني؟ استاذ الوقت لازم الصمود. اي بالنص. اي ايش 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 في؟ انا وقعت. انت وقعت؟ لا. فهمت. نحن بدنا نطلع لفوق المربع اللي بيجي لازم نروح نغيره. هذا اعرفه بس يعني ليش يعني؟ يعني هلا محل ما تشوف انت في مربع ازرق. صح ولازم نصمد. يعني فوقك لازم يصير مربع ازرق. ما لحقت ما بلحق. روح انت المرة دورك. روح عشان واحد واحد عشان ما نصير اثنيناتنا اثنين. خلينا نشوف هذول وقتنا. بيرجعوا. تمام. ممتاز. خليك لا تحرك. اتوقع بلش نعاود هنا. اربعة ثلاثة اثنين. جي ضلت واقف على الزاوية. تعال ضلت واقف على الزاوية. جي جي ايش يا ولد؟ بدنا نطلع بالإيديت اتوقع. لا ما في شيء. بتوقعش انه تقدر تستخدم إيديت. فيها إيديت. ايش في تحت؟ ما بعرف. هذا هو اللي لقيته. تعال لقيته هون عندي. انا عبد الله قتله. انت شكلك النصان. لقيته متت. ما زبط معناته. تعال شوف الباب وين. شوفه هذا هو القصاي. هذا هو الباب. اوكي. شلون نروح؟ في جرابلر هنا. في جرابلر هني. ايوه. شلون بقدر نروح هني؟ تغير الباب. طيب هذا بنفوت ونموت. لك حاج تتعدل يا زلمه. خليه هيك نضل مبني مشان ما نضل نتعذب. ايوه. طب ليش ما نروح لعنده؟ ما يفوت. طب افتل الدرج عليه. ايه حاضر. تفتل شوي. تعال والله شكله اجى. تعال كل مره دخل. هاي تعال ناخذ المشتري بدل يمين. ماشي. تعال هيا مستعد. البدء من جديد. تعال. ايوه هناك. شلون؟ اقدر اشوف جوا. لازم اتوقع ما يصير نساعد بعض. طيب شغل طيب خلينا نفوت بعدين نشغل. ماشي روح اطلع فوق. طب انت اطلع. انا بطلع. يلا حط مستعد. بموت عطول. شوف في على الماب في لونين طلعوا جدد. في هون شي لونه بنفسجي هون ما الطرف. شايفه؟ ماشي. هذا معناته احنا نطلع بهالطرف. لازم اتوقع نطلع بهالطرف نشوف ايش يطلع لنا. خلينا نحط مستعد. لا تحط مستعد. طول بالك. انا بحط لك مستعد. ما اظن لازم تحط مستعد. بس هي الماب تلعب واحد لحاله. معناته في غلط. معناته حط مستعد وعلى ضهم بلش ندور. حط مستعد لشوف. مش لونين هذول سلفستر. طوبك في شي شفته. في شي شفته هون. شوف
الله اكبر يا الله. شو بقول شو عم بسوي انا؟ ما تسع كان ايش ما بتسع؟ ما بتسع الكرة محل ما انت عم بتسوي، ما تسع تنسوا على الدرج، ايش مفكرها حجرتين؟ طب اصبر لا خلص ايه هلا اخوان ما عاد في مستعد. ايه؟ تعال فتح الباب اساسا. دقيقة فتحه؟ تعال فتح الباب، تعال فتح الباب، فتح خالص تعال. ايش؟ كيف انفتح؟ والله ما بعرف. ايش ما استخدمت المية؟ بعرف بس دخلنا تلميح بس مو فتح الباب. اي مرحبا اي. فهمت ايش كان مطلوب منه، ننزل الكرة من محلها. مو في كان كرة هنيك؟ فخلينا تنزل. اتوقع هو هذا. صح. شوف في هنيك محل وفي هون محل وفي هنيك محل. فهمت ايش لازم نسوي، فهمت. تا خديتها ايوه. فهمت يكون هاي اللي مسوي. لا مش انت الكره اللي بتطلع. انا وصلت فوق بس متت. لا حطيتها ورا شوي. وين احطها؟ جيب حط واحده ثانيه لانه هاي بتوصلهاش. لازم نحطها ورا تكون اقرب شوي. استنى خلي تكسر شوف وين بدها تنزل. اول شيء هي وين عم تنزل؟ هون وين عم تنزل؟ دقيقة اسف. بضغط ضغطتين بتتكسر. ايوه عم تنزل هون. اسمع فوز هون بشارة تحط هون. ما بيحط اشارة. لا والله هون لازم احطها. لا لازم تحطها من قبل الحيط. لا حبيبي هون جرب. طب يلا ماشي جرب. زت لا شوف وين راحت هاي مرة؟ زت؟ سلفستر انت. زت هاي مقابلة تماما. ليش نزلت؟ وقعت. نعم هاي واحد لحاله كانت مرمر مرار ربنا. اجت دخلت فتحة. ايش صار؟ ما بعرف صار شي. غزت وحده ثانيه دخلت. خلص بطلت اقدر انزل. طيب فون بدنا نحطها هي هون هلا. الله يسامحك يا ابو سعد. 2000 years late. ما بوصل لك. هذا هو هون شفته. تعال هي هذا هو المفتاح. والله فوق. ايوه شلون نطلع فوق؟ ضلك نطت فيها بتعلى اكثر. انا شوي بوصل. يا الله ضل شوي. يا الله قرب. سلفستر سلفستا نط معي وحط واحد تحتينا احشرها هون. اصبر لا مش هسه اصبر شوي. خلينا نطلع اصبر. يلا بس مش هسه اصلا نطلع. يلا حط ما ضبط. ايش ما thousand years late. هذا طابق ثاني يا معلم. طابق ثاني نطلع من الباب هذا نطلع من الطرف. خلاص يا اخوات تلميح في اتوقع في مقلتش بالموضوع. لا اصبر اخوات تلميح. ايش دك تصبر شو النار كلها نضل فيها؟ لا شوف ايش كاتبين. تعرف اذا طلعت الكره لقد قمت باستخدام التلميح قبل ما ادخل. تعرف اذا طلع انه تاخذ كره وتمر فيها بدي اولول. قم بتوصيل الكرة مكان ما يشير السهم باستخدام المرتبات الهوائية ثم خذ القربلة القرابلة من سقف المرحلة السابقة. الله يلعنهم. آه.
معك؟ تعال تعال جيبو جيبو. والله ما خطرت ببالي انا يا معلم. تعال تعال امشي خلاص كبل لك يا لك تعال كبل لك يا راح الله. جيب واحد ثاني روح جيب جيب واحد غيره روح يا عيني. شو هذا عادي تعيين في احجيه لازم تهلها بالارض. اه فهمت فهمت فهمت. تعال تعال شوف شو كاتبين. 3 1 3 1 1 2 2. فاتوقع هون لازم تكون في 2 هذا 3 صح 1 2 3. لا اي ارقام في كمان في ارقام على اليمين كمان بعرف. ايه بده يكون هيك 3 وهون بدنا نحط مثلا هون بده يحط وحده وبثلاثه. طلع سلفستر. لا سلفستر طلع شيل شيل طلع فاضي فاضي فاضي. 1 2 1 3 هناك من ورا. خليك واقف مكانك عشان اعرف هو الثاني. لا لا روحي ما له علاقه هذا الاشي. اسمع اسمع هون بقول لك اسمع هون كاتبين لك 4 تمام. لازم يكون هون 4 قطع. هي 3 هي 3 تمام وهذيك الرابعه تمام هيك فهمني. هون في 2 هي 1 هي 2 تمام. هون في 3 1 2 3. شوف شوف هون 2 1 2 هون في 2 تمام. هلا تعال نكمل من هون. هلا هون بدي احط لك 3 هون في 3 معناته وحده لازم تنقص من هون تمام. هي اول اشي اسمع طيب معناته بدنا نحطها بهي هون. طول بالك هلا هون في عنا 1 ب3. هلا هون كم وحده هدول؟ 1 2 3 4 5. في عنا لازم نحط وحده اول شيء لحالها وبعدين لازم تكون هي فارغه تمام. لا طوبك طوبك خلينا نكتب. رقم 3 هي هون في رقم 3 فاضل رقم 3 حبيبي. طوبك طوبك بس خلينا نكتب. طوبك 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 عرفت شو هذا. طوبك بس سوا استنى قصاي. هلا هي صار هيك 2 وهيك 2 هي 2 هي 2 تمام. هلا هون بده يكون عندنا بده يكون عندنا 4 بس حطينا رح تصير عندنا هون مربعين. لا هون بده 2 ناقصين ناقصين 2 فلذلك رح اورجيك الصوره على بس اصور الفيديو بس اسجله اعمل له مونتاج. شوفوا طبعا رح احط لكم هاي الصورة تشوفوها بال على القناة حتى تفهموا شو انا حليتها. طول بالك طول بالك طول بالك انا بس خربطت بالمشي. طول بالك لا تخلينا نفرق بس هون شوي. هلق هون لازم تكون عندك واحد بواحد هي واحد هون واحد هون وهون لازم يكون في واحد عنا تمام. بعدين لازم يكون مقابلها واحد هون تمام. ضل عنا 2 من هذاك الطرف. قاعد بحاول اشوف شو الرسمة اللي قادر. ما هي رسمة ما هي رسمة هي لعبة سكودوكو اسمها. طول عمره لعبتها. هون المشكلة. انك ما لعبتها. عم ما فتح الباب. طيب اذا كان في غلط يكون شيء نسيانه. 12 o'clock midnight. طيب هذا بيكون متصلات. طيب حطينا متصلات. على الخط رقم 2 هي 2 محطوطات بعدين هذا فيه 3 لازم يكونوا جنب بعض. 1 2 3 نرجع بعدين هون في 2 هي 1 2 وبعدين هون لازم يكون 1 2. جي جي والله كلها هي صار لي ساعة عم بحلها. شو كيف حليتها هيك؟ بكره بتشوفها بس خليني اضبط الالوان عشان تعرفوا الحلول الصحيحة. شوفوا انا قلت لكم هي سكودوكو وانا عارفين. شوفوا الدوائرات الحمر هي الحل الصح والدوائرات الزرق غلط يعني كنا عم نحاول نحلها. شايفين شلون هتشوفوا هي بصوره الحاله موجوده تحت يعني بس بزبطكم اياها. صار لي ساعه عم بخطط عليه. لازم لازم تصفق لي لازم معلم. جي جي ابدعت والله اسطورة. امشي انت على وشك الفوز لكن قبل ذلك علي ان اخبرك بشيء مهم. ايش هو؟ ايوه امسك قلمك بيمينك واكتب معي. ايوه سر الى الامام ولا تنظر خلفك. يا بيي كلام ده ورق وقلم كتب يا قصي. سرقت الشمس اذا طلعت واشرقت اي اضاءت على وجه الارض. ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اعسر. كان اعسر اذا لم تستطيع الطيران فحاول قفزه عاليا. مبين من الماب هون في شيء. هذا هو
دعك من الخريطة وحاول احل اللغز. عارف. لا انا عذري. دعك من انه عمر بالخطاب كان اعصر. قبل عمر بالخطاب طول بالك في شي جملة تانية قبل اشبك له طول بالك. بس في جملتين قبل عمر بالخطاب. 12 o'clock midnight. عجلو تعال نشوف التلميح وخلصنا. صعب كثير. ملينا. كل عبارة أمامك تدل على اتجاه معين، سوف يكون الترتيب كالتالي: يمين أمام، يمين يسار، بعد ذلك أقصد الزاوية. طب أقسم بالله سويتها. والله سويتها. شلون يمين أمام؟ أول شيء شلون يمين أمام؟ تعال تعال. أيوه أنت من هون بتبلش. تعال. يمين أمام، يمين يسار. طب والله اسمع اسمع، والله اني اجيت هون وقعدت انط بالزاوية. يمين امام، يمين، اي نطيت نطيت، يسار، روح على زاوية الخريطة، روح على زاوية الخريطة هيك بس. طيب شلون حاطط اول شيء اتجه للامام لا تنظر خلفك، يعني ايش هالفيك العامله يعني؟ ايوه بس عم تنزل على الاخر بعدين تطلع انا هيني نزلت هون. وين فوقك فوقك. ايوه اطلع انزل على الزوايا، انزل تنزلش بالنص، انزل على الزوايا. اخيرا حلو الحلو عبد الله. جميلة جدا. في ابداع يا زلمة، في كرياتيف في الموضوع. اسمع ايش مكتوب. شكرا شكرا لك. اذا عجبك المهجور المجال تابعني على حسابي انستغرام. تابعينك والله انا متابع. شوف انا عامل لك فولو. اذا كنت مهتم بعالم الكرياتيف ولا ما بس هتجي تشوف متقدم على قناتي على اليوتيوب عزة. شوف حتى العزة حطها مع التشكيل. يعني فضاء سبيستون. في فضاء سبيستون حلو. هذا 10، هذا بجد 10. بيكون خلص الفيديو، لا تنسوا لنا لايك والاشتراك. السلام عليكم، اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله في يوم الساعة 6. قصيد تحب توجه كلمة للي عم يشوفوا الفيديو؟ لا تنسوا الديسكريبشن ويعطيكم الف عافية. قناته تعملوا له اشتراك فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.